يلا يا شباب خلونا نروح نشوف معلومات هالمحامي المزيف. شكرا يا ابني. يسلموا. معناتها خلونا نبلش ونشوف قديش وزنه لحضرة هالمحامي. شو عم يصير؟ خربطنا بالمكان شيء؟ بتذكر انه كان هاد مكانه. لا بابا هاد المكان مو مخربطين. ها؟ لكن وينهم هدول؟ هالعديمين الشرف قدروا يهربوا بابا. شو هالزلمة هاد لك داود؟ شايف حاله كل هالقد وبعدين بيهرب ببساطة؟ في شي تاركينه ولك هون يا بابا. خاص بالسيد جلال. امسك. أنا بعرف إنه ما صار شيء من اللي قلت لك إياه يا سيد جلال. أنا بعرف. قصدي مشان ريم وابنك مصطفى وبنتك ملك. أصلاً ما في سبب يخلي ملك تنتقل من البيت. من بيت أبوها الحقيقي. بابا شوفي. ما في شيء. البنت المسكينة ما بتعرف إنه حضرتك اللي قتلت أمها مو هيك يا بياع الكباب. لو بتعرف انه انت اللي خليتها تشحد بالشوارع انا متأكد ما رح تطلع بوشك مرة تانية. بتحب نخبرها باللي بنعرفه يا سيد جلال بياع الكباب؟ كلاب! انا رح موتكن يا كلاب! انا رح اقتلكن وخلص عليكن! قول بابا شوفي. شو كاتبين بالورقة بابا؟ عم يتباهوا بزكاهن. كل هذا حكي فاضي. بابا شو نساوي؟ امرنا ونحن مننفذ. استنى يا داود استنى. هذا الاتصال أكيد في وراه شيء. احكي يا حقير احكي. يلا قول. أخذت الرسالة اللي بعتها المدير مو هيك يا سيد جلال؟ ايه أخذتها بس رح أخذ روحك كمان. قول لمديرك الذكي هاد ما رح يقدر ينفذ مني أبدا. مفكر حاله ذكي بالشي اللي عم يساويه؟ رح أمسكه وحاسبه على كل الشي اللي عمله فيني. والحشرة اللي عم تقول عنا مديرك يا محامي الكلب رح أسحبها بالملقط وآخدها. وآخر شي رح يشوفه بحياته رصاصة اللي رح تطلع من مسدسي. بابا جلال هدول مو عارفانين شكلهم مع مين علقانين. رح خليهم يعرفوا. بابا هلا شوفوا مين اللي اجى لعنا برجلي. داود وقف. شو عم تعمل انت؟ بدك تتجاوزني؟ بابا انا رضيان بعقوبتك. انا رح اخنقه. بلال روق شوي رح يجي يوم وتخلص عليه بإيدك ابني.
جلال، قالوا لي عم تدور علي. ما عاد رح اتخبى منك بعد اليوم، ما عاد في هرب، انا هون. حتى لو ما حكى شي فهو بخوف له هيبته يا اخي. انت مثل الدبان، بتروح من هنيك وبتطلع من هون. يلا احكي، احكي اللي عندك وخلصني. نفس الحكي اللي قلت لك يا اخر مره شفتك فيها يا سيد جلال. ممكن نكون اعداء او اصدقاء، القرار بيرجع لك. تمام، رح قرر، بس مو لك لهداك اللي بتقول عنه مديرك. انا رح اقول له قراري شخصيا، وما رح يعرف لحتى اشوفه واتعرف عليه. قلتك اجيت بصفتي صديق او اجيت بصفتي عدو؟ قال المدير اذا بدك نصير اصدقاء بتطلق سراح حسني الاصفر وسنان. انتبه يا حلو، قصدي انتبه تطلع عن طورك بدون الاذن الاب جلال، او لساتك مجنون مثل ما عرفتك اول مره. لا تخاف يا جراده، تعرف الجراده بتطير مره وبتطير مرتين وبالثالثه. اذا انا مسكت جراده شي يوم بوعدك اني اقول لها هالحكي. تعرف يا حسن انا اشتقت لك، وخاصه لنبره صوتك هي. صوتك بيعمل إدمان، بيحب يسمعه الواحد. كرم، قوموا لك، قوم يلا، وقف، امشي. يا الله، هالحياة غريبة كتير يا حسني. عيوني هدول شافوا خيانة المسؤول عن تطهير ابني مصطفى.